تقول صاحبة هذه الرسالة: صمت يوماً وكان قضاء فرض، وأفطرت قبل الأذان ببضع دقائق لأنني سمعت صوتاً وظنيت أنه الأذان، فهل صومي صحيح؟ إذا كان هذا الصائم أفطر قبل الأذان بدقائق فإنه يعيد هذا اليوم، لأنه أفطر قبل حلول الإفطار وأفطر قبل غروب الشمس، وكان عليه أن يتأكد وأن لا يستعجل حتى يسمع الأذان أو يرى غروب الشمس، فعنده نوع تفريط وعجلة في هذا الأمر. فإذا تبين له أنه أفطر قبل غروب الشمس بدقائق فإنه يعيد الصيام لأنه لم يكمل اليوم. نعم.